السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. لم يعرف حمو أي تعلي في حياته حرفة أخرى غير النجارة. كان والده معروفا في أزرو، كانت له ورشة صغيرة في أي تغريس، حيث كل شيء يصنع بطريقة تقليدية وبمعدات تقليدية توارثتها الأجيال. ما كان يصنعه المعلم محمد والد حمو لا يخرج عن دائرة الأواني والأدوات المنزلية والموائد المستديرة ذات الأرجل القصيرة. قبل وفاته في العام 90-900 أوصى محمد أي تعلي ولده حمو، وكان أكبر الأولاد، أن يحرص على تطوير معرفته بالنجارة العصرية. كان الشيخ الذي تزوج مرتين قبل أن ينجب الذكور يعلم يقينا أن النجارة التقليدية أخذت منح الاندثار. عمل حمو بوصية والده وانتقل إلى فاس، ومنها إلى الدار البيضاء. في فاس تعلم فنونا من النقش على الخشب، وفي الدار البيضاء اشتغل في مصنع كبير للأثاث الخشبية الجاهزة. استغرق منه ذلك 4 سنوات. ولما عاد إلى أزرو في العام 2005 وسع الورشة التي ورثها عن والده. لم يكن أي من إخوته يرغب في التعاطي لحرفة النجارة، وإن كانوا جميعهم أمضوا في الورشة وقتا من طفولتهم ومراهقتهم قبل أن ينقطعوا بعد أن وافى الأجل المحتوم والدهم. سعى حمو إلى تجهيز الورشة بآلات. في البدء اشترى من الدار البيضاء آلة مستعملة لتقطيع الخشب، ثم لاحقا تمكن من شراء آلات أخرى. لم يتخلى عن تلك الأشياء التقليدية التي كان يصنعها والده ومن قبله جده، ولكن باستعمال آلات حديثة. ما كان يشكل مصدر الدخل الأهم بالنسبة للمعلم حمو الصفقات التي كان يحصل عليها لتجهيز المباني الجديدة بالأبواب والنوافذ، بل وللقيام بأعمال تغليف الجدران بأنواع الخشب الرفيع وتبليط الأرضيات. في العام 2008 كان حمو نجارا معروفا في أزرو والمناطق المجاورة لها. وبقدر ما كانت أعماله تنتعش، بقدر ما كانت دائرة علاقاته تتسع. في تلك السنة جاءه قريب له يقيم في إيطاليا، وأوكل إليه إنجاز أشغال النجارة في منزل فخم كان بصدد بنائه في سيدي عدي غير بعيد عن أزرو. يبدو أن الرجل تمكن من جمع مبلغ من المال. كثيرون ممن يعرفهم في أزرو قالوا لما أدار ظهره إن مصدر ماله يبعث على الشك، واجتهد بعض من هؤلاء وقال إن تلك الأموال مصدرها الانغماس في القمار، ومضى آخرون إلى أن الرجل واسمه حميد باديد يرتبط بعلاقات مع شبكات مافيوية في إيطاليا. يسمع حمو تلك التعاليق ويفضل أن يعرض عنها، يرى أن ما يقولهم ما يقولون إنما هو الحسد. لعلهم لم يتقبلوا أن يتمكن ذلك الشاب من تكوين ثروة هامة خلال سنوات لا تتعدى 10 أمضاها في إيطاليا. ما يهم حمو أن ينجز ما طلب منه إنجازه من أشغال، وأن يقبض مستحقاته كاملة غير منقوصة. في أبريل من العام 2008 وقد تراجعت الثلوج ولم تعد سوى بقع لماعة في قمم الجبال، تسلم حمو مفاتيح ذلك المنزل الفخم. كان شبه مكتمل. بدأ في تثبيت الأبواب والنوافذ، وكان يحرص على أن يتابع الأشغال شخصيا. يردد من حين إلى آخر على مسامع عماله بأنه لن يتجاوز عن كل عمل منقوص يتسبب له في حرج مع قريبه حميد. كان السرداب آخر محطة في إنجاز أشغال النجارة، وقد أراد صاحب المنزل أن تكون جدرانه مغلفة بالخشب الرفيع. في يونيو من العام 2008 جاء حميد باديد من إيطاليا،
وكان حمو يتوقع أن يأتي في شهر يوليوز. أشغال النجارة مكتملة، وظن أنه سيقبض مستحقاته بعد أن يتفقد حميد ما تم إنجازه ويتيقن من نوع الخشب الذي تم استعماله. بعد أسبوع كامل لم يتصل بحمو الذي كان يهمه أن يسمع منه وأن يبلغه ارتياحه لما تم القيام به، ولكنه لم يأتي إلى أزرو ولم يتصل به، ولم يكن حمو قد ذهب إلى سيدي عدي منذ عدة أيام. ظن أن الرجل منشغل في أمور تخصه وأنه سيتصل به في النهاية، ولكنه لم يتصل بعد أسبوعين. بدأ القلق يتسرب إلى نفس حمو، فقد أنفق الكثير في شراء الخشب الذي استعمله، وبدأ يحس بثقل المصاريف، بل إنه فكر في الاستغناء عن خدمات بعض العمال. مضى إلى عائلة قريبه في أزرو، وقد فوجئ بهم يقولون إنهم لم يروا حميد منذ نحو 3 أسابيع. قال لهم إنه ذاهب إلى الدار البيضاء، ولما لم يستبعد من حساباته أن يكون الرجل قد عاد إلى إيطاليا، فقد قرر الاتصال به على هاتفه الإيطالي. ركب الرقم، بعد ثواني معدودات جاءه صوت امرأة تتحدث بالإيطالية. لم يفهم من كلامها شيئا، وحسبها تقول له إنه في العلبة الصوتية. كرر المحاولة 3 أو 4 مرات. صار يشك الآن في أن قريبه حميد غير رقم هاتفه، وأنه ربما لا يرغب في أن يتصل به أي كان، يعلم أن كثيرين يفعلون ذلك. لما انقضت 3 أشهر لم يعد حمو يظن بأنه سيقبض أجر العمل الذي قام به في ذلك السكن الفخم في سيدي عدي. كان يتحسر على الجهد الذي بذله هناك حتى يكون كل ما أنجز متقنا. في أواخر شتنبر من العام 2000 بدأ أن الخريف سيكون باردا، وقال أصحاب الخبرة إن المتوقع أن يكون الشتاء باردا. في 21 من شتنبر، وكان يوم أحد، ركب سيارته ومضى إلى سيدي عدي. كانت معه نسخة من مفاتيح ذلك المنزل. قرر أن يتفقده، فتح الباب ودلف إلى عمق الطابق الأرضي. التيار الكهربائي مقطوع ربما لعدم الأداء. كان الوقت عصرا. خرج وعاد إلى سيارته وجاء بمصباح يدوي. تجول في كل الغرف والمرافق، ينظر إلى كل تلك الأبواب والنوافذ التي صرف فيها الكثير من الجهد والمال ويتحسر. في الطابق الأول لا شيء تغير منذ أكثر من 3 أشهر. لم يوضع أي أثاث، المنزل فارغ. أثار ذلك انتباه حمو الذي كان يعتقد أن قريبه سيؤثث منزله ويسكنه، فقد لمح إلى ذلك أكثر من مرة. قبل أن يغادر المنزل فتح باب السرداب، هو باب خشبي سميك، جاءت رائحة خشب الصنوبر. أشعل مصباحه اليدوي، انتشرت على السلم النازل هالة تشبه هالة أضواء الدراجات الهوائية. الدراجات مغبرة. نزل. الصوت المنبعث من المصباح لا يتيح رؤية واضحة. لما بلغ الأرضية بتلقائية سلط الضوء على الخشب الذي يغلف الجدران، ثم مضى به إلى النافذة الوحيدة في أعلى الجدار المقابل للسلم. لاحظ أنها مفتوحة، حدث نفسه بضرورة إغلاقها، فقد يتسرب منها ماء المطر. يعلم أن تحت السلم مكان كان ينتظر موافقة حميد ليجعله دولابا. مضى بضوء المصباح اليدوي إلى هناك، لم ينتبه في البدء، ثم لاحظ وجود كتلة كبيرة لونها داكن. صوب إليها الضوء ولكنه لم يتبين ما هي. جلس القرفصاء، هو أقرب منها الآن، بيده اليسرى أمسك المصباح، وبسبابة وإبهام يمناه أمسك بطرف من تلك الكتلة. يبدو أنها ثياب تخلص منها أحدهم، ولكنه لما أرسلها بدت له ملابس رجالية. أخذها وصعد السلم، ألقى بها عند الباب،
ظن أنها ملابس تعود إلى حميد صاحب المنزل، هي سروال وقميص. لاحظ حمو أن على السروال أثر دم على مستوى الركبتين، وعلى القميص أيضا على مستوى الصدر. دقق النظر، لم يعد لديه الآن شك في أن البقع التي على تلك الملابس هي بقع دم، كان لونها يميل إلى السواد. هم بأخذها ثم تراجع، قرر أن يعيدها حيث عثر عليها، لف بعضها على بعض حتى صارت تشبه حالتها لما اكتشفها. نزل السلم مسرعا، ألقى بها حيث اكتشفها وعاد أدراجه مسرعا، أغلق الباب ثم باب الحديقة، ركب سيارته وعاد إلى أزرو لا يلوي على شيء. ذاك المساء مضى إلى منزل عائلة حميد يسأل إن كان اتصل. أبلغته شقيقة له بأنهم لم يتوصلوا بخبر عنه منذ شهر يونيو، أكدوا له أن هاتفه لا يجيب. لم يرغب حمو في تأزيم الأجواء أكثر، فتحاشى الحديث عن تلك الملابس الملطخة بالدماء التي عثر عليها في سرداب منزل حميد بديد. في الآن نفسه كان يأتيه من أعماقه صوت يدعوه إلى الإبلاغ عما اكتشف. ظل مترددا عدة أيام، ثم خلال لقاء مع مسؤول في الدرك تربطه به علاقة صداقة تعود إلى بضع سنين، باح بالذي اكتشفه. قال إن أكثر ما كان يقلقه أن الرجل جاء في شهر يونيو، وأنه فيما يبدو لم يمكث سوى بضعة أيام في أزرو قبل أن يختفي. سعى حمو بإبلاغ صديقه إلى الحصول على مساعدته، وكذلك بعد أن تم ترتيب الأمور إداريا وقانونيا زار رجال الدرك منزل سيدي عدي. حملت تلك الثياب لفحصها. ما لفت الانتباه عند الوهلة الأولى أنها لم تكن ممزقة، ولم يكن بها أثر لطلق ناري أو ما يشي بأن حميد بديد، إذا كانت تلك الملابس ملابسه، قد دخل في شجار. مبدئيا لا شيء من ذلك، ولكن لما اختفى الرجل؟ ولما لم يعد يرد على الاتصالات الهاتفية؟ هو لغز حقيقي. لم يكن فيما توفر من معطيات ما يمكن من فك لغز اختفاء حميد بديد. الملابس الملطخة بالدم التي عثر عليها حمو في السرداب لم تمكن من العثور على جواب واحد للأسئلة الكثيرة التي ظلت تطرح. هل غادر المغرب وعاد إلى إيطاليا؟ إذا كان الأمر كذلك فلما لا يرد على المكالمات الهاتفية؟ في منزل عائلته بأزرو بدأ القلق يتزايد. قال لهم يوم رأوه للمرة الأخيرة إنه ذاهب إلى الدار البيضاء. ما كان يفاقم الاستغراب لدى حمو أيتعلي النجار أن قريبه حميد كان يستعجل تأثيث منزله الجديد. باح له عدة مرات بعشقه لسيدي عدي وبأنه ينوي العودة إلى أزرو والاستقرار، بل إنه عرض عليه مرة أن يكون له شريكا في معمل للنجارة يجعلانه الأكبر في المنطقة. لم يكن رجلا بلا أحلام. يعيب عليه بعضهم أنه وقد اقترب من الأربعين لم يتزوج بعد، وكثيرا ما أسر لمن تجرأ على الخوض معه في ذلك الأمر بأنه سيتزوج الأجمل من بين بنات أزرو. لم يكونوا كثرا الذين علموا أنه يعشق فتاة من حسناوات المنطقة. تحدثت نسوة من عائلته قبل عام عن فتاة فتن بها، قلنا إنها بنت أحد كبار الفلاحين يملك ضيعة في تمحضيت، وإنه لم يجد سبيلا إلى الزواج منها. الذي نقل إلى حمو ما تداولته النسوة ذات مناسبة عائلية أضاف أن الفتاة التي هام حميد بحبها تقيم في الدار البيضاء حيث السكن الرئيس لعائلتها، وإنها تدير بعض مشاريع والدها هناك. لا أحد يدري ما إذا كان حميد قد تمكن من ربط علاقة مع تلك الحسناء. ومع ذلك فإن حمو وهو يستحضر ما قالته النسوة أقام علاقة بين اختفاء حميد وما قالته شقيقته من أنه يوم رأوه للمرة الأخيرة قال إنه ذاهب إلى الدار البيضاء. هل ذهب إليها حقا؟
يستحضر حمو أيضا ما كانت تقوله ألسن في أزرو من أن حميد باديد بنى ثروته الصغيرة مما يدره عمله لحساب عصابة مافيوية في إيطاليا أو من تعاطيه للقمار. يتساءل هل فيما يقولونه جزءا من الحقيقة؟ أسئلة تراوده. ما يهمه في النهاية أن يتمكن ذات يوم يأمله قريبا من أن يقبض مستحقاته. لم يكن بمقدوره أن يمضي أبعد مما قام به حين أخطر الدرك بتلك الملابس الملطخة بالدم التي عثر عليها في السرداب. فكر في أن يدفع عائلة حميد إلى التقدم ببلاغ لدى المصالح الأمنية، فقد يمكن ذلك من التعجيل بفك لغزه. لما أشرك صديقه الدركي فيما يفكر فيه أيده، وكذلك حث عائلة حميد على الإبلاغ عن اختفاء ابنها. كان الرجل على قدر من الوسامة. الذين يعرفونه قبل سفره إلى إيطاليا قالوا إنه ازداد وسامة بعد استقراره هناك. ألسنة لا تكن له حبا قالت إنه كان مغرورا بشبابه وبوسامته تلك. قد يكون فيما قالوه بعض الحقيقة، ولعل افتتانه بنفسه مما شجعه على إطالة النظر إلى تلك الفتاة بنت المزارع الثري لما رآها تتردد على ضيعتهم في تمحضيط، والتفكير في أن يتزوجها هو ابن البسطاء. لم يكن لعائلة باديد معارف في الدار البيضاء، ولم يكن معروفا لدى أي من أفراد العائلة مع من كان حميد على موعد هناك لما جاء يقول إنه مسافر إلى الدار البيضاء. حتى لو كان صحيحا ما قيل عن افتتانه بتلك الفتاة، فهل كان ذلك سيخفى على عائلته؟ في المقهى التي كان يتردد عليها وسط آزرو حين يأتي لقضاء عطلته، قال أحد جلسائه ويعتقد أنه الأقرب إليه من بين أصدقائه القدامى إن حميد لما سافر إلى الدار البيضاء لم يكن بمفرده، كان معه رجل أجنبي جاء معه من إيطاليا. كانت المرة الأولى التي يسري فيها الحديث عن شخص رافق حميد إلى الدار البيضاء. المعلومات التي توفرت دفعت إلى الاعتقاد بأن الذي سافر معه لم يكن نازلا بأزرو، وأنه قد لحق به هناك في يوم السفر. قال الذي رآه إنه رجل ذو شعر طويل أسود تدلى على قفاه، أبيض البشرة، وفي وجهه شارب أسود يبدو أنه يحظى منه بعناية دائمة. راج أيضا أنهما ركبا سيارة أجرة كبيرة في المحطة وانطلقا، لم يركب معهما أحد. كان يهم الباحثين أن يصلوا إلى سائق سيارة الأجرة التي أقلت الرجلين. ذاك الذي يعد من أقرب الأصدقاء إلى حم النجار نطق باسمه. كان على الشيحة سائقا معروفا، عادة ما يقوم برحلات بين أزرو ومكناس، وكما كل سواق سيارات الأجرة فإنه إذا ما جاءه زبون لا يرفض القيام برحلات إلى جهات أخرى من المغرب. وقد ظن الباحثون أن الرجل نقل حميد ورفيقه إلى الدار البيضاء، ولكن علال شيحة قال إنه أوصلهما إلى سد عدي وتركهما عند باب منزل حديث البناء، رآهما يدخلان ثم انطلق وعاد إلى المحطة. لم يكن فيما أدلى به السائق ما يمكن من التقدم نحو فك لغز اختفاء حميد باديد. التحاليل المخبرية التي أخضعت لها الملابس التي اكتشفها حمو في السرداب أكدت أن بقع الدم التي كانت عليها تعود إلى حيوان قد يكون خروفا. التحريات التي أجريت أكدت أن حميد باديد لم يغادر البلاد عبر أي من النقط الحدودية، ليبقى اللغز كاملا. في نوفمبر من تلك السنة، وكانت الثلوج الأولى قد كست القمم وانسدل قليل منها على السفوح، جاء إلى المقهى الذي كان حميد يرتاده رجلان يسألان عنه. كانا يتحدثان الفرنسية وقالا إنهما أصدقاء له. ولما علم أن الرجل اختفى منذ ما يقرب من 5 أشهر نظر أحدهما إلى الآخر ولم يعقبا. ولما جاءهما النادل ببراد الشاي انخرط في حديث بالإيطالية لم يفهمه الذين يسترقون السمع من حولهما. كان في المقهى من أبلغ بوجود الغريبين اللذين يسألان عن حميد.
في الأمر ما يستدعي تتبع تحركهما، يتنقلان على متن رباعية دفع جهزت تجهيزا جيدا، أحدهما عفى عن لحيته التي خلطها البياض، بينما كان الآخر حليق الذقن ويعتمر قبعة سوداء. أمضيا معظم اليوم في أزرو، وفي المساء شوهدا في سيدي عدي عند باب المنزل الذي بناه حميد. يبدو أنهما استعانا في الوصول إليه بصور كانت معهما. نزل ذاك الذي أرخى لحيته واقترب من الباب، ولما أيقن أن لا أحد في الداخل أخرج من جيبه مفتاحا، وما لبث باب الحديقة أن انفتح. نزل ذاك الذي يعتمر القبعة السوداء، أقفل أبواب السيارة وتبع صاحبه وهو يتلفت. لما صار في الداخل ظهرت من زنقة محاذية للمنزل سيارة للدرك. نزل منها دركيان، تقدما نحو الباب، بينما اقتربت السيارة حتى صارت ملاصقة لرباعية الدفع التي نزل منها الأجنبيان. كان الوقت يقترب من المغرب، وفجأة خرج صاحب القبعة السوداء، أمسك به الدركيان واقتاداه إلى السيارة، ثم عاد إلى مكانهما. يبدو أن ذا اللحية قلق لما تأخر صاحبه في العودة فخرج. التقطه الدركيان كما التقط صاحبه من قبله. لم يكن معهما ما يثبت أن دخولهما إلى ذلك المنزل كان دخولا مشروعا. أثناء الاستماع إليهما وبعد محاولات يائسة للتهرب من الإجابة، اعترفا بأنهما جاء من إيطاليا للتثبت من أن حميد باديد قد تمت تصفيته حقا. قال إنهما جاء أيضا لاستعادة بضاعة كان قد أوكل إليه تصريفها في المغرب. بعد تردد اعترف بأن البضاعة التي يعنيانها كمية من الكوكايين. كان فيما أدلي به الكثير من الثغرات في الوثائق التي كانت بحوزتهما صورة شخص ممدد على الأرض، وعلى قميصه على مستوى الصدر بقعة دم حمراء، كانت بقع الدم بادية أيضا على سرواله، رأسه في بركة دم. قال ذو اللحية إن الصورة لحميد أخذها له من أوكل إليه أمر تصفيته. يبدو واضحا أنهما ومن وراءهما يشكون في أن حميد قد قتل حقا. لم يختلف معهما الباحثون الذين تفحصوا الصورة بعيون خبراء، هي مسرحية مكشوفة. اعترف الرجلان بأنهما يعملان ضمن شبكة لترويج الكوكايين تنشط في إيطاليا خاصة، وأن حميد بديد التحق بالشبكة منذ بضع سنوات، وقد أثبت ولاءه للشبكة ومتزاعميها، مما جعلهم يفكرون في توسيع نشاطهم إلى المغرب. كانت اعترافاتهم تحتاج إلى غربلة وتدقيق. ما هو ثابت ضدهم حتى الآن أنهم تسللوا إلى سكن ليس لهم ولا هم دخلوه برضا من صاحبه. كان حمو يترصد أصداء التحقيق مع الرجلين الإيطاليين، وهو يستحضر ما كان بعضهم يردده من أن بديد يعمل مع شبكة إجرامية. في آخر دجنبر من العام 2008 على الكورنيش في الدار البيضاء، أوقفت دورية للشرطة رجلين. كانت الساعة تقترب من منتصف ليل ماطر وبارد. كان الرجلان في حالة سكر بين. لما تم تنقيطهما اكتشف أن أحدهما هو حميد بديد المبحوث عنه بمقتضى مذكرة بحث استصدرتها عائلته، الذي معه صاحب الشعر الأسود الطويل والشارب الأسود، كان رجلا من فاس أقام في إيطاليا لأكثر من 15 عاما. في أقواله بعد أن زال عنه السكر اعترف حميد بأنه روج نصف كيلوغرام من الكوكايين في العام 2007، وأنه جاء بكمية مماثلة لما قدم من إيطاليا، وأن الشبكة التي يعمل لها كانت تريد توسيع نشاطها. قال إنه أراد أن ينفصل عن الشبكة، استولى على البضاعة ولم يعد يرد على اتصالاتهم، وإنهم أرادوا تصفيته فبعثوا إليه بالرجل الذي ضبط معه واسمه عادل النحاس، ولكنه سرعان ما غير رأيه وقرر الدخول معه في شراكة. كان عليه أن يبعث للشبكة بما يفيد بأنه نفذ عملية القتل،
ولذلك اتفق على ذبح خروف وتلطيخ الملابس بدمائه والتقاط صور توحي بأن حميد قد قتل. قبل تقديمهما للنيابة العامة زاره حمو برفقة شقيقته ووالدتهما. رجا حميد أمه أن تغفر له، قال إنه لم يكن أمامه من سبيل إلا التخفي، لأنه كان يعلم أنهم سيأتون إليه يوما. نظرت العجوز إليه لم تتكلم، ثم قالت لحمو: تعال يا بني لنذهب. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.